تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة حتى 26 من أغسطس الحالي تحت عنوان العالم عالمين. تستمر فعاليات المهرجان على مدار 45 يوما تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من 1 مليون زائر من مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان التي تتنوع ما بين الفعاليات الرياضية والمسابقات الترفيهية إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم.